السلام عليكم ورحمة الله. بصراحة فيديو اليوم يمكن يكون مفاجئ، صادم ومحبط، بس لا تخافوا وخليكن معي لآخر الفيديو، رح نقول الحل إن شاء الله. طبعا قاعدة عامة الكل بيعرفها، لما بيكون الوزن ثابت بيكون في توازن بين الطاقة المأخوذة والطاقة المصروفة، فأهم هدف بيكون بعملية إنزال الوزن هو خسران أكبر قدر من النسيج الدهني وزيادة النسيج العضلي لضمان أنه تكون الطاقة المستهلكة أعلى. اللي بيتحكم بوزن الجسم هو عملية الأيض الأساسية، كمية الحركة، الشهية والإرادة. وعملية الأيض الأساسية اللي هي كمية الحريرات المستهلكة أثناء الراحة، يعني إذا الواحد متسطح ومرتاح بيكون عم يصرف حريرات، هاي الحريرات تتسمى الأيض الأساسي أو الاستقلاب الأساسي، يعني اللازمة لحتى الإنسان يعيش من دون حركة. هاي قواعد أساسية حكيناها، وهلأ رح تجي الصدمة، دراسة الخاسر الأكبر. الخاسر الأكبر هو برنامج أمريكي، النسخة العربية منه هو الرابح الأكبر، وهو عبارة عن متسابقين بدينين بيتنافسوا مين ممكن يخسر وزن أكثر من الثاني حتى يحصلوا على الجائزة. بعد 6 سنين من الموسم الثامن من البرنامج، أجرت المعاهد الصحية الوطنية الأمريكية فحوصات على 14 متسابق بهذا الموسم، 6 رجال و8 نساء. وكانت المفاجأة حالة واحدة بس لم يزداد وزنها، وأربع حالات زاد وزنهم أكثر من الوزن اللي ابتدوا فيه المسابقة، والباقي ازداد الوزن عندهم بشكل ملحوظ، حتى أنه أغلبهم رجع الوزن اللي ابتدوا فيه البرنامج، ضل جسمهم يحارب حتى يرجع الوزن الأول. أكثر شيء كان ملاحظ هو الانخفاض الدراماتيكي لمعدل الاستقلاب الأساسي عند المتسابقين. قبل المسابقة كان وسطيا معدل الحرق عندهم 2600 كالوري باليوم، بنهاية العرض انخفض ل 2000 كالوري، وساء الوضع أكثر وأكثر بعد 6 سنين، حيث وصل المعدل إلى 1900 كالوري يوميا. تعتبر السمنة مرض مزمن، فالأهم من تنزيل الوزن هو المحافظة على هذا النزول والاستمرار عليه لمدة سنة، سنتين أو أكثر. داني كهيل هو الفائز بهذا الموسم، الموسم الثامن من برنامج الخاسر الأكبر بأمريكا، نزل من 195 كيلوغرام إلى حوالي 86 كيلوغرام، يعني خسر حوالي 108 كيلوغرام خلال 7 أشهر تبع المسابقة. وقال عند التتويج إنه استعاد حياته من جديد كأنه ربح مليون دولار. لكن للأسف بال 2016، يعني بعد 6 سنين لما أجروا عليهم الدراسة، كان زايد وزنه لل 134 كيلوغرام، صار معدل الحرق عنده أقل ب 800 كالوري باليوم مقارنة مع رجل بحجمه. حتى أن الدكتور هيل، وهو دكتور مختص بالاستقلاب وكان مشارك بهي الدراسة، قال أنه أحبط تماما من هي النتائج وكأنه وجد نفسه في مهب الريح. من المعروف عند الباحثين انه اي شخص بده ينزل وزنه حتى لو كان وزنه عادي او نحيف بده ينقص الاستقلاب عنده، بس اللي كان لافت للنظر هو استمرار هذا الانخفاض بالاستقلاب حتى استعادة كامل الوزن. والفائز بالموسم الثامن كهيل كان اسوأ حالة، لانه اذا بده يحافظ على وزن 134 كيلوغرام لازم ما يزيد عدد الكالوري بأكله عن 800 كالوري باليوم، وأكثر من هيك بيتراكموا دهون ووزن زايد، و800 حريرة كل الناس اللي حاولوا يعملوا حمية بيعرفوا شو يعني، يعني تقريبا بده يضل جوعان. قال الدكتور ميشيل شوارتز من جامعة واشنطن إنه الجسم بيضل بيحاول وبيحارب لاستعادة وزنه إلى أن يصل إلى وزنه البدائي للحمية. دائما في وزن سهل البقاء فيه بدون جهد، وهذا الوزن بيزداد مع تقدم العمر، يعني اللي كان بدون ما يشعر أو يعمل جهد وزنه بال 55 كيلوغرام بعد 10 سنين أو 15 سنة بيصير الوزن اللي ما بيعمل جهد للوصول إله هو 65 كيلوغرام، ووزن ال 55 بيصير حلم بده يقاوم ليوصل له. في عوامل كتير بتأثر على الموضوع،
مثلا هدول المتسابقين لما انتهى العرض ورجعوا على البيت ما كانوا عم يتلقوا نفس الرعاية الصحية والنفسية والرياضية ولا عم يعملوا نفس الجهد المدروس. كمان الهرمونات بتأثر كتير. عند نهاية المسابقة كانت كل هرمونات الشبع عند كل المتسابقين منخفضة جدا وهرمونات الجوع عالية جدا. مثلا انخفض هرمون الليبتين عندهم حتى انهم عدم عند بعضهم. يعني حدا بيتخيل كمية الجوع اللي كانوا يحسوا فيه؟ لكن اولا واخيرا اللي بيغلب هو الارادة ونظام المكافأة والتنافسية، مثل اللي بياكل لقمة من قطعة كيكة شوكولا وهو شبعان تماما بيكمل كل القطعة مع انه من الاساس هو شبعان. معناها اللي غلب هو نظام المكافأة السلبي. نفس الشيء لما المتسابقين كانوا جوعانين تماما لكن قدروا يقاوموا، لأن نظام التنافسية والمكافأة الإيجابي هو اللي كان غالب. بعد ما خلصت المسابقة رجع هرمون الليبتين يزيد بس بشكل كتير بسيط، ما زاد للمعدل الأول حتى استعادوا وزنهم الأول. يعني ضل الجسم عم يحس بالجوع حتى إعادة الوزن، وهي كمان من الخطط اللي بيحارب فيها الجسم لترجيع وزنه المفقود. تخيلوا انه بحالة ادوية السكري اللي بتأدي لتخفيض الوزن كل ما ينخفض الوزن حوالي 2.5 كيلو بتزيد كمية الطعام اللي بتأدي للشبع 200 كالوري باليوم، واذا ما اكلون المريض بضل حاسس بالجوع مع انه قبل كان يشبع بدونهم. يعني ومن الاخر حتى تحافظ على وزنك حسب ابن ادم لقيمات، صدق الرسول الكريم. يمكن خطر على بال الكل بعد هالكلام انه خلص الشخص البدين لازم يفقد الامل وما في داعي ينزل وزنه اذا رح يرد يرجعه، بس لا، اكيد في اليات كتيرة للتنزيل والحفاظ على الوزن، وكل جسم بيتعامل بطريقة مختلفة. حتى المتسابقين بالخاسر الاكبر في منهم بغير مواسم قدروا يحافظوا على انخفاض وزنهم. في اجسام بتستجيب لحمية الكربوهيدرات المنخفضة، وفي منها للسعرات الحرارية القليلة، وفي منها للكيتو أو لأدوية التنحيف أو حتى للعمليات الجراحية. أهم شيء أنه نحافظ على الوزن الحالي وما نزيد ولا كيلو، لأن كل وزن بيزيد بيتخزن بذاكرة الجسم. يعني اللي وزنها 70 تحاول تحافظ عليه وتحط خطة لتوصل لل 67 كيلو، واللي وزنه 90 يحافظ عليه ويحاول يوصل ل 88 أو 87 كيلو. يعني لا تكبر الهدف فبتفوت بدوامة الإحباط ولوم النفس والمكافأة أو الانتقام. على كل حال بهذا الفيديو حاولت أني أوصل فكرة عن الآليات اللي بيدافع فيها الجسم عن نفسه وشو بيكون هدفه. بالحلقات الجاية إن شاء الله رح أشرح كيف بدنا نقاوم ونتعامل مع أجسامنا للوصول للوزن اللي بنطمح له، وهذا الشي طبعا غير مشان الشكل، مشان الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض. رح نزل الحلقات تباعا ونحط القواعد العامة، وكل إنسان بيشوف اللي بيناسبه وبيطبقه. وكالعادة بتلاقوا بأسفل الفيديو بصندوق الوصف روابط للمحاضرة بالإنجليزي والعربي، كمان روابط للمراجع اللي اعتمدت عليها بالتحضير. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم.